موضوع مستعجل فبدخل فيه على طول. تذكرون الشركة النصابين حقين تداول الذهب والعملات اللي حذرتكم منها قبل 10 أيام، معلنين عند هندلي في أمريكا. طبعا نجي الموضوع هندلي في أمريكا. طبعا الشركة هذه معلنين لها كل مشاهير الخليج أو المشاهير الترند، صفوة المشاهير، وكلهم يقولون ان الشركه دي معترف فيها عالميا ومعروفه عالميا. طيب ليش تعلن عندكم يوم معروفه عالميا وماشي شغلها المفروض؟ ليش تعلن عندكم؟ ويقولون كل المشاهير ان دي الشركه ما عليها ولا شكوى، ما اشتكى منها ولا عميل. انا عندي 5 عملاء مشتكين منها موجودين وارقامهم عندي ومكبشر عليهم. يوم حذرت عن الشركه المره الماضيه موجودين عندي 5 عملاء يشتكون منها. واحد من العملاء يطارد مشهوره كويتيه الان لان خذ الاعلان عن طريقها. المهم طبعا انا مشهور ترند من زمان، مشاهداتي مليونيه، حسابي موثق، فماني بحاجه شهره يعني. طبعا انا ذكرتك باني مشهور قديم واني ترند ومشاهداتي مليونيه عشان تفهم انه كلامي الان ما في اي عداوه تجاه هذه المشهوره، بس جالس انقذ ما يمكن انقاذه يعني. طبعا انا كنت اظن ان المشهوره هذه اللي في امريكا ما تدري ان الاعلان كذب، بس دريت انها تدري انهم نصابين ومتفقين معها. شلون دريت؟ سؤال الان، اذا المشهور اعلن عن شركه مو يقول اسم الشركه؟ يقوله ولا لا؟ طيب هي ما قالت اسم الشركه، قالت ارفعوا الشاشه فوق وادخلوا اسالوا عن الشركه ويدقون عليكم ومو فهموا منهم. هذا شيء. الشيء الثاني وش قالت في الاعلان؟ قالت سعر الذهب والنفط والورقيه يرتفع وينزل، الان نازل بعد فتره بيرتفع، بس ما قالت وش يشتغلون الشركه. ليش؟ إذا ما قالت وش يشتغلون الشركة واسم الشركة ما تقدرون تقاضونها أو تشتكونها أنه هي اللي ساعدتهم في عملية النصب. فهمتوا؟ انتبهوا. أنا والله كنت أظن قلبها أبيض وأنها ابتليت بهذه الحياة وأنها أجبرت على التصوير بعض الأمور عشان تبي تدعس سنابها عشان تعشي كتاكيتها. لكن اليوم اكتشفت أنها خبيثة تستغلين الناس. يعني استغليت جسدك، جسد بنتك أحسن أظن قلنا سلك. الآن تستغلين الناس. شوفي أتحداك تنزلين اسم الشركة. والله إذا نزلتي اسم الشركة وإيش تشتغل هالشركة أقدم لك اعتذاري من هنا، وأتعهد أمام الناس بأني ما عاد أجيب طريق لا بخير ولا بشر. أتحداك تقولين اسم الشركة وإيش تشتغل بالشركة. أتحداك تحدي. وترى تقولين ما في ولا شكوى عليهم، في 5 شكاوي وكلها مكبشرها أنا موجودة عندي. واحد من الشكاوي مثل ما قلت يطارد مشهورة كويتية الآن يبي يثبت عليها أن الإعلان عن طريقها. أقسم بالله العظيم. طبعا الشركة هذه وش مهمتها؟ ترفع الشاشة لفوق، تدخل بياناتك ورقمك، ثاني يوم يدقون عليك بعد ما يدقون على العالم كلهم لين يلحقك السرق. وش اللي يصير في المكالمة؟ موظفين ناس رجال ونساء مجرمين بالإقناع، يقنعونك ايش تبي اسأل يطمنونك، ثم عاد تقول خلاص يلا بتوكل على الله بدخل معكم. عاد حول اللي تبي 1000 10000 100000 150000 200000. في ناس يحولون مبالغ كبيرة بالمية وبالخمسين وبالميتين. الزبدة ذي المجموعة يماطلون فيك يوثقونك، لما انت تحس انك بديت تنزرف سحبوا عليك. دام انك كل فترة يقولوا لك حول 1000 زيد 20 زيد 10، من يوم انك توقف تحول تقول رجعوا لي فلوسي اسحبوا عليك، دقوك ركبه. طبعا يعلنون عند مين؟ عند المشاهير التوب القويين. ليش؟ عشان برستيج الشركه وعشان انت تصدق. يعطون ذا المشهور 100000 ولا يروحون المشهور الدرباوي لو عنده مليونين وب 10000 ريال ما يروحون له، يروحون للصفوه. اي فهمت فهمت. اي